ممكن أعرف وين كنتي؟ كنت عم زور بابا. أنت حكيتي مع عمران بالقصة؟ كأنك متوترة وخايفة. أنت جاوبيني على سؤالي بالأول، حكيتي معه بشي؟ عم دق له ما عم يرد. شوفي بنتي، اضحك هالموضوع حدا يعرف فيه غيرنا. برأيي نبهي على عمران ما يقول شي، أحسن ما يحكي المثل الكل. زياد بيك، شكران ومريم، وهيك الكل رح يعرفوا إنك كذبتي عليهم كلهم. ابني ما بيحطني بهيك موقف أبداً، رغم كل شي عملته أنا بضل أمه. برأيي لا تكوني واثقة فيه كل هالقد، هاي وثقنا فيكي، وليكي اللي صار فينا. انتي بس خلي تمك مسكر هالشي بكفيني، وهالشي مو مشاني، مشان مصلحتك انتي. ديما، شو صار لك على العشاء؟ فهميني شو صار لي؟ انت كيف بتقولي انك حاسة حالك مو حامل؟ يعني بدك اياهم يشكوا فيك ويعرفوا بالموضوع؟ طقت روحي من هالتمثيلية، خليهم يعرفوا، مو هاممني ابدا. طلعي فيني ديما، انتبهي على كلامك منيح والا رح تخسري كل شيء. اصلا انا خسرت كل شيء من زمان، ليش ما عم تعترفي بغلطك؟ قولي. ماشي خلص، بس يجي عمران رح قله على كل شيء. هذا إذا إجا. شو يعني هذا الحكي؟ وليش بقى لحتى ما يجي؟ ليقعد مع أم ابنه. هلا بيكون حكى له كل شيء، وبعدين أخذها وراحوا يتعشوا بشي مكان. عمران ورفيف والبيبي. مبسوطة؟ تفضل. يا خانم، زياد بيك بده حضرتك. ايه قولي له هلا جاي بنتي. ديما خانم وطالب حضرتك كمان. وما قال لك شو بده غصون؟ لا يا خانم ما قال لي شيء.